مهمتي وفي السكر اطلع ليا بربع 400 وما عرفتش 4 غرام وفي السكر اطلع ليا بربع غرام وغنموت غنموت غنخلي الذهب ديالي. شوفي شوفي يا بنتي غنخلي عندك الذهب ديالي غنخلي عندك وملي نموت اعطي لاختك دبليج واعطي لخوك دبليج والخواتم اعطي لاختك الصغيره خاتم ولاختك الاخرى الصغيره خاتم صافي غنموت وانتوما قسموا داكشي ها صافي غنموت انا ساخطا عليك بنيتي انا راضي عليك بنيتي الاخرى انا ساخطا عليك بنيتي انا راضي عليك بنيتي الاخرى اش غنقول لكم غنموت درتي لي القنوات درتي القنوات باش يدويو درتي القنوات باش يهضروا درتي لهم باش يطلعوا المشاهده صافي صافي درتي لهم باش يطلعوا المشاهده ما عيطتي ليا ما تشاورتي معايا ونقول لك ما ديريش القنوات باش يطلعوا المشاهده ما ديريش القنوات باش يطلعوا المشاهده السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع الصحيحه كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله اليوم كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا انا ما كنديرش بحال هاد الفيديوهات ما كنديرش بحال هاد المحتوى ولكن ملي شفت الفيديو ديال نعيمه البدويه اضطريت باش ندير هذا الفيديو هذا علاش لحقاش هي قالت لك القنوات ما يهضروش عليها لا ما ينتقدوهاش هي تخرج الغسيل ديالها تنشرو في اليوتيوب تقول لسيدي تخلق المشاكل باش تطلع باش دير البوز باش تطلع المشاهده هي والعائله ديالها هي وبناتها وخواتاتها وفاش كانت في قسمه مع امها وكلشي واخا انا ما كنتابعهاش غير شفت هاد الضجه اللي كاينه عليها في اليوتيوب كلشي كيهضر عليها كاع القنوات الكبار والصغار دخلت كنشوف قلت نشوف انا هاد نعيمه البدويه شنو القصه ديالها ما لايك ما كاين باس هادي دخلت شفت فيديو ديال كتنتف داك الشعر ديالها وكتقول البنت انا غادي نموت انا قسموا الذهب ديروا هادي هاد عطي لخواتاتك الصغار الخواتم الاخرى عطيهم عرفتي مت بالضحك قسما بالله حتى مت بالضحك بداك داك الاسلوب اللي كيفاش كتهضر وكيفاش سميت جاتني الضحكه وكملتها وجملتها فاش قالت لك القنوات درتي قالت البنت درتي القنوات باش يطلعوا لينا المشاهده درتي لهم باش يطلعوا درتي لهم باش يهضروا درتي لهم هذه ايوا واخا اختي انت خلقي الفتنه خلقي الفتنه ما بين الاولاد وما بين الخوت مع خوتك انت مخاصمه معاهم وما بين امك وما بين اولادك وبناتك وطلعي المشاهده وديري البوز وطلعي ديري الفلوس الدولار ديال الادسنس وطلعي الكلام مع راسك والقنوات صار ما يهضروش يبقاو غير يتفرجوا فيك انت ويشوفوا فيك ويطلعوا لك المشاهده وهما ما يطلعوش قنواتهم ما يهضروش عليك ما ينتقدوكش لا لا انا لهم نعيمه واش ما كتمرقيش هذاك وجهك ولا كفاك راه الشعب المغربي هو اللي طلعك وانا وحده من دوك الناس اللي طلعوك واللي وقفنا معاك فاش كنتي كتقولي ما عرفتي كانت كتقولي الكلمه ديال نسيت كاع شنو كانت كتقول فاش كانت خاصك مع قناه مربوحه كانت كان ناض داك المشهد تفكرت كانت مع فاش كانت خاصك مع قناه مربوحه خرجت كتقول العار العار بقات فينا صراحه بيني وبينكم بقات فينا وضمننا معاها وشفناها بداك الوضع اللي هي عايشه فيه حنا كاع فقراء تحت الله وكاع مساكين تحت الله راه الرسول عليه الصلاه والسلام كان فقير يعني الفقر ماشي عيب تعاوننا معاها وانا من الناس اللي خديت النمره ديالها من قناه الدار وعيطت ليها واسيتها وقلت لها شوفي انا عيمه ديال قناه جديده وحنا غادي نوقفوا معاك ونديروا لك المشاهده ونحققوا لك الشروط ما ديري في خاطرك والو وان شاء الله غادي تحسن الامور ديالك وغادي تقري وليداتك وهادي 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 ملي السيده ولات عند المشاهده وطلعت لي القناه وهذه 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 ولا عاجبه فمه قول تعرف المتتبعين ديالها خالقه الفتنه باش دير المشاهده هي مخاصمه مع امها هي مخاصمه مع خواتاتها هذاك الشيء انا لحد الان باقي كنحلل فيه ما عرفتش واش داك الشيء اللي كدير واش صحيح فعلا كتخاصم العائله ديالها او لا داكشي كيديروا غير باش كيطلعوا القنوات باش كيديروا المشاهده باش كيجيبوا الدولار ديال الادسنس وهما راهم صالحين في الخفاء وراء الكاميرا كيهضروا مع بعضياتهم وكيمشيو عند بعضياتهم وكلشي حتى شي حاجه ما كاينه او لا داكشي بصحيح داكشي الا كان صحيح الله اعلم راه عائله بحال ما هكايا يعني عائله ملفه الشوهه وملفه التخاصيم وملفه البنت كتخاصم مع امها مول الخت كتضرب في ختها والخو يضرب في ختو والام تسخط على بنتها ومول فين هذا الشيء الله اعلم الله اعلم واقيلا سلسله واقيلا سلسله حيت هذا الشيء كنشوف كانت هي نعيمه تخاصمت مع امها مع امي زهره
شويه او مع خوتها خواتاتها شويه. سعاد بنت خالتها هي كانت ناضت واحد انا ما كنشوف هذا الشيء، غير كنشوف بحال هكا اللي كانوا كيهضروا عليهم في تيك توك او لا شي فيديو شي وحده كتنتقدهم، حيت انا كنتبع الناس اللي كيديروا انتقاد، بعض المرات كنتفرج فيهم كنضحكوا شويه وصافي. كنشوفهم كيهضروا عليهم على سعاد وبنتها، كانت هي وقع واحد المشكل فاش كانت طلقت سعاد وقع المشكل مع بنتها وقالوا حقا بنتها مسخوطه كذا مات كذا مات كذا. شويه تاني امي نعيمه مع بنتها، انا كنردي على بنتي هادي، انا كنسخط على هادي، انت عاطيك الرضا بالقناطر، انت عاطيك السخط بالقناطر، انا فيا السكر، انا غنموت، هاد الذهب ديالي عطيه الدبليج لهذا، عطيه هذا خاتم خواتك الصغار. عاد بقيت كنشوف انا داك المنظر جاتني الضحكه وحق الله العظيم. وقالت لك قالت لبنتها درتي القنوات باش يطلعوا علينا القنوات ديالهم وباش يديروا علينا المشاهده وباش هادي وباش هادي. وقالت لبنتها قالت لي انا حاطه في التليفون في السيبوره وكنسمع فيه، انا ما كنتفرجش غير كنسمع وكنشقى، كنسمع غير الصوت. راجلي قال لي اش كتسمعي هاد التبرزي هاد الخرافات؟ قلت لي راعي، قلت لي كنشوف، قلت لي شفت واحد الضجه، واحد الضجه في اليوتيوب ديال المشاكل ديال الادسنس، بنت نعيمه تشفرات ما تشفرات هادي هادي. قلت غادي نحط التليفون وانا كنشقى وودني كتسمع، نسمع هاد نعيمه اش كتقول، سمع بنتها فيديو واحد وسمع نعيمه فيديو واحد. حتى لقيتها ناشره رجليها وراجلها بارك حداها وكتقول ليه اسكت انت خليني نهضر. انت ما كذبش عليكم، جاتني الضحكه وقالت لك لا القنوات ما يهضروش عليها ما يطلعوش عليها المشاهده. انا من داك النوع اللي ما كنديرش هاد المحتوى ديال نهضر على شي قناه ولا ندير انتقاد ولا هذا، المحتوى ديالي زوين واخا القناه ديالي ما طلعت، كنقول وقت اللي طلعات وقت اللي جا الخير ينفع، المحتوى ديالي زوين فيه افاده وزوين وكيستافدوا منه الناس الحمد لله، وان شاء الله نجي لقدام عرفنا الخير فين كاين. ولكن ملي شفتها كتقول لك لا، قالت لك قالت لبنتها درتي القنوات علاش يهضروا علينا وباغيين غير السبب باش يطلعوا علينا المشاهده وباغيين غير الفرصه. ايوا واخا اختي انتيا يطلعوك المشاهدين، يطلعوك ويديروك المشاهده ويطلعي قنوات قناتك الصغيره وقناه وقالت لبنتها قالت ليها هاد المشكل غيبقى سلسله، غيبقى حنا في السلسله دابا وغنحط قالت لها في القناه الكبيره وفي القناه الصغيره. واخا اختي انتيا ديري المشاكل وديري المسلسلات وحطي في القناه الصغيره وحطي في القناه الكبيره والناس اللي المتتبعين ديالك مساكن عندهم الكرون، رديتي دابا المتتبعين عندهم الكرون غيبقاو يتابعوك انتي في القناه الصغيره وبنتك في القناه الاخرى ديالها وما نعرفش شحال من قناه عند بناتك، ويتبعوك انت في القناه الكبيره وفي القناه الصغيره ويطلعوا لكم مشاهده وتجيبوا الادسنس الدولار صحيح، وانتيا ما بغيتيش القنوات يهضروا عليك. وقالت لبنتها قالت ليها القناه قناتك عومي فيها كما بغيتي، القناه ديال الميريكا اللي داير القناه، من حقك تقولي اي حاجه بغيتي في القناه وعومي في القناه ديالك وقولي اللي بغيتي. وهذوك المتتبعين ديالك اللي عندهم قنوات، شي قنوات كبيره شي قنوات صغيره، ما عندهمش الحق يعوموا في القنوات ديالهم ينتقدوا كما بغاو. انت خرجتي الغسيل ديالك وخرجتي المشاكل ديالك، يهضروا وينتقدوا كما بغاو ويطلعوا حتى هما القنوات ويطلعوا حتى هما المشاهدات. لا بغيتي ما يطلعوك غير انتيا، طلعي انتيا لالا وديري ليا الذهب صحتك. انا ما حسدتك شختي، انا ما كنحسد شي واحد، اللي عطا ربي شي حاجه الله يسهل عليه. انت اللي باغا ديري الديور وباغا ديري الذهب، باغا ديري الطوموبيلات والمشاريع وتقري ولادك في المدينه وتاكلي اللي بغيتي وتعيد لاله عليك العيد المخير صحتك وبراحتك، ولكن الاخرين ما بغيتيهمش يطلعوا، ما بغيتيهمش يهضروا، ما بغيتيهمش حتى هما يديروا انتقادات ويهضروا ولا شافوا شي مشكل يهضروا عليه باش حتى هما يطلعوا قنواتهم. هادشي علاش انا خرجت درت هاد الفيديو هذا قسما بالله. ملي سمعتها كتقول هاد الهضره هذه كنت هاد السيده كتبغيها مصلحتها، كتبغي غير راسها سبحان الله العظيم. القنوات الصغار انا منهم، ما كانش عندي قناه فاش خاصني مع قناه مربوحه، وعيطت لك خديت تليفون من قناه الدار وعيطت لك وقلت لك غير ديري قناه وحنا نتعاونوا معاك. وهذيك الساعه ما كان عندي لا ويفي لا والو، كنت دايره غير ابونمون وقلنا نتعاونوا مع هاد السيده ونديروا لها مشاهده وتكمل الشروط وتطلع حتى هي وتولي تخلص على وجه داك الوليدات المساكين اللي عايشين في داك العيشه وباغا تقريهم في المدينه وهادي وهادي. وملي درتي لا الفلوس وتنفخوا عليك كتافك وصافي وليتي تلبسي اللي بغيتي وتاكلي اللي بغيتي، واخا باقا ما كتعرفيش تلبسي باقا ما والو، يعني وليتي كتاكلي اللي بغيتي ودرتي الدار ودرتي كلشي، بغيتي القنوات الصغار ما يطلعوش ما يهضروش عليك.
انا وخاره ما كنتاقدش، ما عنديش محتوى ديال الانتقاد، ما عنديش هادشي ديال اعطيني نعطيك ولا المعاطي. انا قناتي بعيده كل البعد على هادشي، قناتي ديال الوصفات، ديال الروتينات الزوينين، محترمه، فيها محتوى زوين. غير بقى فيا الحال ملي شفت، ملي سمعت، ماشي شفت، انا حاطه التليفون في الكوزينه في السيبوره وكنسمع وكنشقى، كنصايب لوليداتي في الغدا وكنسمع كيفاش كتقول. قلت لا حول ولا قوه الا دابا هاد القنوات اللي كينتقدوا هادشي ما بغاتش نمشي يهضروا عليها، هي باغا دير هادشي ربما الله اعلم قداش نتقلد. واش هادشي غير متفقين بيناتهم هي وبناتها باش يديروا هاد الفتنه والشعب يبقى حال فيهم فاهموا باش هما يطلعوا المشاهده وياخذوا المليونات والادسنس؟ والله اعلم واش هادشي بصح فعلا. نيت بنتها سرقت ليها الفلوس ديال الادسنس، واش هادشي بصح ولا هما حيت بزاف اللي ولاو كيديروا هادشي، كيديروا هادشي ديال المشاكل وكتتفقوا بيناتهم، تخاصمي معايا ونتخاصم معاك ونديروا فيديوهات باش نطلعوا المشاهده ونتخلصوا، وخلي المتتبعين حالين فمهم حالين فمهم ويتفرجوا فينا وحاضرين هادي شنو قالت وهادي شنو قالت. هادشي اللي كيبان ليا انا، حيت كون كان هادشي بصح، كون كان هاد المشاكل بصح نيت خالقه واقعه، راه ماشي غديري فيديو وغتعاودي لبنتك تقولي لها افه على التركه، وبنتك غادي تدير فيديو وتقول لك امي هاد قالت وهاد. لا، غتعيطي لبنتك في التليفون ولا بنتك غتعيط لك الو امي الو بنتي اجي عندي للدار، حيت كتعرفوا ديروا بعضياتكم وكتمشيو عند بعضياتكم وراكم عائله وانت امها وهي بنتك، وغتجي وغدير واحد الكويز ديالاتي وغتجلسي معاها اشنو بنتي وشنو المشكل وعاودي ليا ونفكوا المشكل بلاتي هي احسن، وطريقه قانونيه والشهاده ديالنا ما يجيبها حتى شي واحد وحتى واحد ما يجيب اخبارنا وهادي، وانتم ناشرين رجليكم وتغوتوا، وشي كيبكي وشي كيجبد في شعره وشي كيقول انا غنموت انا في السكر. وبغيتي الناس ما يهضروش عليك؟ بغيتي الناس ما ينتقدوكش؟ ها بغيتي عانتي اللي تطلعي وعانتي اللي ديري شي القناه ديالك طاحت، قلتي اجي صافي المشكل ديال مي سلام مع خوتي، كنتي مخاصمه ما عارف مع امك مي زهره وخوتك وهذا، قلتي دابا المشكله سالات خاصني ندير عاوتاني سلسله اخرى، مسلسل جديد مع بناتي ولا مع بنتي. انا ما متبعاش القصه ديالكم، شفت غير فيديو واحد ديالك انت نعيمه، وشفت فيديو ديال بنتك باش نعرف شنو كاين، باش الا هضرت نعرف شنو نقول، وما شفتوش كاع قسما بالله، غير حاطه حدا التليفون وانا كنشقى وكنسمع كنسمع قالت لي القنوات ما يهضروش عليا وما يطلعوش عليا المشاهده، وكيلقاو الموجه كيركبوا عليا، ولا ما هضروش على نعيمه ما كيطلعوش. يا سلام، شوف بشر كيفكر غير فراسو، سبحان الله. انت طلعوك وطلعي وتولع عندك المشاهده وديري جوج قنوات وديري حتى 10 كاع صحتك، اللي يقدر على شي حاجه كيديرها، والناس الاخرين ساكن ما يطلعوش، قنوات اخرين ما يهضروش عليك، ما يهضروش على المشاكل ديال هادي. ما بغيتيش الا اللي قنوات يطلعوا على ظهرك وما يهضروش عليه، ما تخرجيش مشاكلك لليوتيوب، ما تخرجيش مشاكلك للناس يشوفوها ويسمعوها، بقاي مستوره مشاكلكم، تبقى سيري بنتي لي سيري مشاكلكم تبقى مستوره بيناتكم، وديري داكشي اللي مالفه كديريه وخرجاتك وروتيناتك وتخربيقك، وبعدين هادشي ديال المشاكل وانت خارجه كتقولي يا بنتي دارت ليا، يا بنتي مسقوطه، يا بنتي هادي، انسيبي فاعل، انسيبي هادي، كتقمعي فداك الراجل عندك حتى هو، يا اسكت انت برك انت، وبغيتي الناس ما ينتقدوكش. قولي لي واش هذاك وجهك ولا كفاك؟ والمشكله راه هادوك الناس راهم اللي طلعوك، فاش كنتي مخاصمه مع ديك القناه مربوحه راهم اللي طلعوك، حنا اللي قلنا لك ديري قناه، ديك الساعه باقيين كاع القنوات ما دايرين القنوات حتى شي حاجه، تشافوا راه اليوتيوب والاسنس فيه فلوس، عاد بغاو حتى هما مساكن بغاو حتى هما يحسنوا من الوضعيه ديالهم، بغاو حتى هما اللي عنده مسكين الكرا باغي يتهنى من الكرا، واللي عنده وليداتو باغي يقريهم، اللي عنده والديه باغي يصرف عليهم، الله يكون في العون كل واحد وظروفو كل واحد شنو عنده. انت هي باغا تحسني من ظروفكم، باغا تقري ولادك، ولكن عباد الله لا قلب ولا شقلب، يديروك المشاهده وكل شيء وملي تنوضي كتعطيهم على شي دوره، الله يعطيك الصحه. زعما اش غنقول لكم هاد النعيمه هادي راه، وباش كضحكني بحال ديك المره فاش كانت دعات على الناس بالسرطان الصبع من هذا، قالت لك انا ما اميه ما قارياش، ما سديوش عليا، ما قالش لي وريني، انا جاهله، انا ما عارفاش، انا بنت العروبيه. انا لا اختي، لا 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 لا، الوعي راه ما جاش بالقرايه، الوعي راه ما جاش بوريني فهمني دير ليا. انا امي الله يرحمها كانت حتى هي بنت العروبيه، وكبرت في العروبيه وتزوجت تما وكبرت تما وكل شيء،
وواعيه تبارك الله، كانت عندها واحد الوعي ما نقولش لكم، كانت حسن من دوك الناس اللي قارين. الا بركت معاك تحنتك بالصواب والاداب، واللي دار فيها العار كدير فيه الخير، وكل شيء الناس كيبغيوها. داك الوعي اللي عطاها الله، وداك الاداب اللي عطاها الله، وداك الصواب اللي عطاها الله. الا جلستي معاها ما تقوليش راه هذه كانت كبره في العروبيه ولا زايده في العروبيه، ولا الهضره تبارك الله كيفاش دايره والصواب كيفاش داير. وواحد المراه اللي باقي دابا ماتت في 2008 فاش توفات مسكينه الله يرحمها، دابا راه تقريبا 14 عام وباقي الناس كيبكيو عليها وكيضربوا بها المثال قسما بالله، غير الجيران غير الصحاب غير باقين كيضربوا بها المثال على داك الصواب اللي عطاها الله، وداك الفهامه وداك الوعي اللي عطاها الله. وانت فين ما كتنوضي، انا بنت العروبيه، انا ما عارفاش، انا ما قارياش، خليوني نقول لي بغيت، خليوني ندير اللي بغيت. على مالك يا اختي انت يا سايبه؟ ما عليك حكام، وراه بالحق نيت سايبه ما عليك حكام. هذاك الراجل اللي حداك برك وتقمعي فيه، اسكت انت خليني نهضر، اسكت بلا اختي. المهم اخوتي طولت عليكم في هذا الفيديو، هذا انا ما كنت باغا ندير هذا الفيديو، وملي شفت اختي داك الفيديو اش غنقول لكم، بقى فيا الحال، قلت هذه ما بغاش القنوات يهضروا عليها، والله تنوض انا نهضر عليها. يلا واخا ما يطلعش الفيديو ماشي مشكل، وكنتمنى كنتمنى هذا الفيديو يوصل ليها، واخا تكون فيها اللي كيهضروا عليها وكينتقدوها هذه وهذه، كيضربوهم السينيال. واخا ضربوا بالسينيال، واخا سميتو شي، الا كانت القناه فيها الملكيه راه واخا تعياي ما تضربي بالسينيال، واخا ما عرفتيش ديري القناه كتبقى ثابته وكتبقى ديال مولاها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا راه عواشر هادي، وفي هاد العشر أيام كاين واحد خصو يتسامح مع اللي مخاصم معاه، خصنا نصومو نتسامحو معنا مع خوتنا مع والدينا مع وليداتنا. هاد الشهر هذا ديال الغفران، الشهر ديال الحج، الناس كيطوفو كيطلبو الله وكيحجو وكيصومو وكيطلبو الله يغفر ليهم الذنوب ويترحمو على اللي ميتين، وكيصدقوا وكيزكيو وكيديروا شي حوايج اللي هما زوينين، خصوصا فهاد الشهر فهاد العشر ايام هادي ديال الحج، ديال العالم كامل رافع يديه وكيطلب الله وماشي الناس لبيت الله، وكنقول لهم دعوا معانا، والناس كيديروا قيام الليل وكنصوموا سبيل الله وعلى قبل الله باش يسمح لينا. حنا الحمد لله كنقولوا ما دايرينش ذنوب، ولكن راه ضروري، وخا غير زلت لسان، غير زلت لسان راه تقدر تاديك الغضب ديال الله سبحانه وتعالى. كنطلبوا الله في هاد العواشر ربي يغفر لينا، وبزاف الناس اللي كيلقاو هاد الفرصه هادي كيقول لك هادي فرصه فاش نتسامحوا مع بعضياتنا، فاش نتصالحوا، فاش بزاف. وانتم جيتوا تاع العواشر وبلبلتوها نوضتوها باش ديروا المشاهده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يهداك على نفسك، والله يهداك على، الا كان هادشي بصح، الا كان هادشي بصح نيت وهاد المشاكل كامله واقعه، هذيك راه بنتك وراه حشومه هادشي وقع ما بين الام وبنتها. البركو حلوا مشاكلنا بيناتنا هي، يعني بلاتي هي احسن، بلا ما نخرجوا الشوهه ونخرجوا الفضيحه سميتو. ياك انت واحد النهار قلتيها، قلتي انا ندير غير براد ديال اتاي ونحطو ونجلس نهضر، غادي يشوفوني الناس وغادي يتابعوني. واش اختي كل ساعه خارجه بشوها؟ لاش كل ساعه انا مع اختي، انا مع امي، انا مع بنتي، انا هادي. خليك محترمه باش الناس يحترموك ويبقاو يبغيوك ويتبعوك لواحد المحتوى اللي هو زوين. اي والله يهديك، والله يهدي كاع الناس اللي بحالك كيبغيو يطلعوا بالشوها، الله يهديهم. حتى انا راه 3 سنين هادي وانا دايره قناه وما طلعتش، كانت في العام الاول كانت غاده طالعه زوينه، ومن بعد طاحت وما بغيتش ندير الشوها. عندي اختي عندها قناه، وفي ما نقول ليها نوضي نتخاصموا ديروا هادشي غير تمثيل، واعطيني نعطيك، والناس غادي الجيران والعائله وعائله رجالتنا وشي غادي بارطاجيها مع شي، وغادي نبقاو نتعاطى والفاعله يا التاركه. وتا انا مع اختي الا درت حاجه معايا، ماشي بحال الام مع بنتها، ولا الام ولا البنت مع امها، راه حشومه. وما بغيتش ندير هاد الشوه هادي، ما بغيتش ندير لا حقا باش فلوس ادسنس، باش ندير داكشي اللي قسم لي الله غادي نعيش به، سواء قليل او لا كثير، ولكن باش نطلع بالشوها وندير الشوها لا لا ما نطلعش بالشوها. واخا ما عرفتيش يكون شي، واخا هاد القناه كاع ما تطلعش نسدها وندير قناه اخرى، وما نطلعش بالشوها. والله يهدي المخلق، الله يستر. الله يستر، والله يهدي المخلق. خليتكم على خير، عواشركم مباركه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، يلا السلام عليكم.